تأتي أهمية سد الوند في محافظة ديالى قضاء خانقين للسيطرة على الإيرادات المائية القادمة من أعالي نهر الوند نتيجة تساقط الأمطار في موسم الشتاء، ويبدأ عملية إطلاق من الخزين المائي في أشهر الصيف بشكل منتظم وحسب الاحتياج الفعلي للمدينة لأغراض الري ولأغراض الإسالة والاستخدامات الأخرى. الإيرادات المائية في هذا الموسم بحدود 430 مليون متر مكعب، وهي أكثر من الماضي بمقدار وهي أكثر من العام الماضي بمقدار الضعفين. أما بخصوص الأعمال الإدامة وصيانة السد، العمل مستمر برفع الترسبات الطينية بواسطة الكراءة المتواجدة في البحيرة التي تعمل بواقع 10 ساعات يوميا، وذلك لضمان عدم خروج السد من الخدمة. وكذلك العمل مستمر بصيانة جسم السد ومنشآتها والقنوات الناقلة للمياه لضمان وصول الماء إلى المدينة دون معوقات. بالنسبة للخزين، هل يكفي لنهاية الموسم؟ نعم، خزين المتوفر في بحيرة السد أمامنا 5 أشهر، مع إطلاقات مع وصول إيرادات قليلة ممكن أنه تكفي لهذا الموسم، مجرد لاستخدامات الإسالة وإرواء البساتين.